السلام عليكم. نشارك معكم واحد الفيديو ديال واحد السيده طالعه عند هاد بنعاله وباغا تحكي له حكايتها اسرارها. ما عرفتش العيالات فين كانوا، شكون اللي مربيهم، الله اعلم. خليكم معايا. انتيا واشتي طالعه عند طبيب نفساني؟ واشتي راه طالعه عند واحد شمكار؟ راه ما كيفهمكش كتقولي. سيري عند طبيب نفساني وعاودي لي اسرارك. الطبيب اللي قرا عمره كامل وشاب وقرا، ماشي طلعوا لينا هاد الشمكارات والشماكريات تعاودوا اسراركم. زيدي نكملك. ديري يقدروا يسمعوني الناس اللي ياخذوا مني عبره. اي عبره غادي ياخذوا منك الناس؟ يعني يعرفوا راسهم يعني كيف يتجاوزوا على الماضي ديالهم. لاش تعاودوا الماضي ديالكم السوشيال ميديا؟ مرحبا. لاش تعاودوا الماضي ديالكم السوشيال ميديا؟ دراسي يعني كنت عندي تقريبا شي 11 سنه. لاش تعاودي اسرارك؟ وشهدوا فعلا عيالات؟ وشهدوا فعلا كابرات في ديور؟ طالع عند واحد شمكار مدمن تاجر مخدرات، طالعه تعاودي لي اسرارك. بنت 12 عام ولا بنت 11 عام ما قدرتيش تمشي على الطبيب؟ بينك وبين اللي خلقك عاودي لي اسرارك. الله في قلبنا وكيسمعنا. ما نطلعش على السوشيال ميديا على الشماكريه والشمكارات ونخلي الدكاتره اللي قراو طول عمرهم ونجي نعاود اسراري. العالم كله كتسمعني وفي الاخر ملي غادي يشوفوك مع من كتهضري غادي يلقاوك كتهضري مع واحد شمكار. امي جاهل تاجر مخدرات. نكملك. اش ما كتحس بينا، ما كتهضر معانا، شايفه حياتها. الوالد متزوج بثلاثه العيالات، يعني كل مره كنا عندو 8 مرا. يعني حنا الحياه ديالنا انا وخوتاتي غير بيناتنا كنتحس بعضياتنا. بعض المرة فاش كيطلع المدن انا مع اصلي وداني، بعض المرة فاش كينوض الوالده ديالي الدم يعني كتنوض بديك اللحظه كنحر كتعض تضربنا وتسلخنا وتعصينا لدرجه كتهزنا الدم الفوق وكتلحنا. عرفتي ما نكذبش عليك، هذيك الصدمه تاع الصعوبه باقا فيا مازال. فاش كنعقل فاش كتهزني وكتضربني بالارض، يعني ولا تلحق عليك مغرفه ولا تضربك بالماس ولا تضربك بشي نقطه هي ما عندهاش. يعني طلعت فتحي امك لان امك باغيا لك المصلحه ديالك. يمكن ما عندهاش الفلوس كتقول تجي وتدخل عليا للبيت وتبدا تضربني وتقول لي جبتي لي الفلوس فين مشاو هي الماط غير تنحطهم. وانا ديك الساعه كنعقل 11 سنه يعني باقا كتعقلي 11 سنه باقا عاقل على امك وديرها لك امك. وضربك هذيك راه امك ما ضربكش شي حد براني. وطلعوا كتوسخوا سمعت والديكم هي المعفنات يا الموسخات. طلعوا تعاودوا اسرار والديكم وتكون امك شو ما كانت امك كتبقى امك ثم امك ثم امك ثم ابوك يا المعفنات. لمن كتعاودي سيروا الله يعطيكم الدل، سيروا الله يعطيكم الدل يا العيالات يا المكبوتات اللي كطلعوا على البراهش يضحكوا عليكم. يا المكبوتات دابا هو كيفهمك، دابا هو كيسمع لك. راه فراسو واش كيقول؟ كيقول هاد الخريه علاش طالعه عندي؟ لاش كتعاود لي؟ واش انا طالعه على الطبيب النفساني؟ راه طالعه عند واحد الشمكار كيسرق. يعني كل واحد شد طريق. الوالده ديالي مشات تزوجات، الوالد ديالي مشى عند المراه الثانيه رجع، جابنا حنا. انا في كنعقل فاش جيت من المدرسه كنعقل جايه يوم خارجه في الدار كنلقى الدار كلها ما فيها والو. اختي اللي كتبان ليا في التلفازه قالت لها كتفرج بواحد المنطقه بسيطه. فين كنتي؟ المهم دانا الوالد
سكتي منين جيتي من الزنقه؟ كضرني وشحال من حاجه انا ما كرهت صافي نبعد عليها. مشينا عند مرت الاب المهم جلسنا واحد المده ديك المرحله الاولى وحسينا براحه يعني راه مرت الاب حيدتي غير على الاقل من داك العنف وداك الصداع. عشنا مع مرت الاب لدرجه مرت الاب تاع هي كثر ولات كتعايرنا كتشد معانا كضربنا يعني كتقول لينا حيت انت ما شافتكمش عيالات تربصوا على امكم على حليه الخيران ديالو. حنا النفسيه انا كتجي البنت كت صاحبتي كتقطرني للقرايه كتبدا تعوض عليها وتقول لها سيري الا بغيتيها قلبي عليها في جي الدراسه ديالي ما بقيتش كنفكر فيها وليت يعني كنمشي للقسم. يعني انت مرت بو من مشيتي لعده ما لقاتكش امراه لقاتك حتى يمكن بحالك بحال ويام ضيعه في الزناقي يمكن انت مقا امك باقا حيه ولا يمكن ميته الله يرحمها طلعتي كتشوهي في امك. كاينه الناس اللي كتمنى تكون عندها امها يا ريتها تضرب ويا ريتها تقرص ويا ريتها تشوف عادك الغضبه ديالتها ولا ديك الضحكه ديالتها. سيرون على الله وعليكم يمكن نتوما والديكم سخط عليكم ولا سخطين ولا سخط عليكم الله ولا سخط عليكم الدنيا يا المعفنات. الاستاذ كيشرح انا ما يعني الدماغ ديالي باش نكمل قرايتي وقع توقف. المهم وصلت واحد المرحله ديالي بانني انا بغيت نلبس بغيت نشوف البنات كي بحالي كي بحالهم يعني انا ما عنديش ما نلبس ما عندي. مشيت كنخدم في الموقف خدمت في الموقف واحد 6 شهور تلاقيت مع واحد ولد الناس قال لي غنتزوج بك الغلط اللي درت بانني انا غنتزوج به يعني بغيت نحيد من مركبه ديك الساعه كانت عندي 17 سنه بغيت نحيد من خرجتي من الحبس وكل السبابه على الاقل ديك التفازه اللي كطفي عليك مركباك وكتخلي تفرجي حتى كطفي عليك ولا كتكوني كتقراي حتى كطفي عليك الضوء قلت زعما على الاقل ندير غير العائله ديالي وندير داري وندير بيتي. شحال كان عندك من عام؟ لا انا كنت ديجا كبره في الزناقي يعني بمجرد الحياه الزوجيه راه كنت تربيتي مع امك كنت تربيتي مع امك ورباتك وقرساتك كنت تعلمتي الطيبي وتعلمتي تجفي عاد سيري تزوجي. اي عام تزوجتي بي 13 عام 14 عام نوضو قولوا الحقيقه بلا كنتو شماكر الشمكارات في الزناقي ولو تكون امك ضرباتك بقاي شاده ليها في حزامها ما تفرقيهاش ما تمشيش عاد مرت البو كيكون ولكن العنف الجسدي باش يضربك الراجل ديالك يعني انت مجرد كتكلمي على شي حاجه برا كاين ضرب يضربك حيت مسخوطات والديك داكشي علاش جاب لك ربي اللي كيسلخك. كنلقى الام ديالي في دارها كنلقى الراجل الاب ديالي حتى هو في مع مرته يعني انا كنبقى كنفكر كنقول فين غادي نمشي. صبرت معاه مده 13 سنه كبرت بنتي ما فاش اللحظه فاش حسيت بانني اخذت اضطرارا رغم ذلك عندي حتى انا اعصاب كي بحال ويام ورغم ذلك ما كنمشيش انا قلتها ما كنشرب لا دواء ما كنشرب لا حتى حاجه والحمد لله انا قلتها راه قلت لك بحالك بحال ويام يا والله ما شفت الفيديو باديه معاكم والناس من الاول رانا قلتها قلت لك حتى كابره في الزناقي داكشي علاش امك كانت كتضربك كبرتي في الزناقي وجبتي ليها الشمكات كيتكرفس عليك يعني قلتي وحده دكتوره ولا كتصنع من يديها الزرابي شلا مناش كتقلدو. الحمد لله نفسيتي 100% مقاده صبرت 13 سنه كبرت بنتي صافي قررت بانني انا نستقر صافي انا كنقرر واخا غير نطلب حدا الجمع وما نجلسش مع داك الراجل وصراحه ما كان مخصص ليا والو داك الراجل ماشي عنده. دابا انت ما كتجمعش انت شكي طالعه كتعاودي اسرار واحد شمكان وعلى سلامتك اللي طلقتي ببنت. دابا ما حشمتي ما راعيتي ساري واحد كيتمسخر عليك كيضحك داير ديك الابتسامه كيضحك عليك ما حشمتيش اللي طالعه كتعاودي اسرارك لواحد شمكار ما حشمتي ما راعيتي. اشنو درتي فيديو واش تسمعك سميره الداودي وتعيط لك تاتي باغا تشهري يمكن عندك شي قناه تاتي باغا تطلعيها اولا باغا ديري شي قناه وتطلعيها واش غادي نقول لك سيري الله يعطيك العز.
أم رد العيشة فيه ملي كنتي صغيرة مع والديك. نكملوا. كنت مع واحد ولد الناس وتزوج، عرفتي شنو شرطت عليه؟ ما شرطت عليه اللي كتقولوا هي، ما كنتش بغيت عنده والو، كنت بغيت انا غير على الاقل داك الاحترام بين الزوج والزوجه، وثاني حاجه باش يعني نعرف كي نعيش بنتي ونعرف النفسيه ديالي حتى هي تكون مرتاحه. صافي تلاقيت معاه وردت معاه وليد تاني. انا كنعاود لك القصه ديالي باش حتى حنا نتفاهموا الموضوع تاني. الله يحفظك. كتعاودي لي قصه ويام. بعض المرات كيجوني دوك الافكار اللي كندازو عليه وهذوك، كنعرف بانه غير ماضي وداز، يعني ما يمكنش نرجعه. قولي لي فين كنتي عايشه؟ يلا عاودي للدكتور النفساني قولي فين كنتي عايشه. الحمد لله. تاني راجل تاني ولدتي معاولد، يعني انت راه متي راه طواليط ديال المحطه تاتيايا، يعني رجعتي الطواليط ديال المحطه ديال ويام. كتعاودي قصه ويام ولا كتخيلي راسك انت ويام؟ سيدي نكملكش. كنستمر في حياتي رغم المشاكل اللي دازو عليا في حياتي، يعني المشاكل راه ماشي نهايه في المطاف، رغم الصعوبات راه كنكملو حياتنا. وكنتمنى من ويام حتى يسمع هذا سميتو هذا المكالمه، وعلى الاقل تجاوز على المشاكل ديالها والاعصاب ديالها، لان الاعصاب راه ما كيوصلوش لحتى حاجه. وفي يدينا حنا نتعصبو، وفي يدينا حنا هادو مساكن. ويمكن كانوا بويا عمر، من نهار اللي سدو بويا عمر شفتوهم في المغرب، شفتوهم في الدار البيضاء، هاد المشماكريات و الشمكارات، يمكن هي كانوا بويا عمر. هادو بينات لأن مستحيل إنسانة واعية، ما كنظنهاش واعية ولا قارية، ولو حتى ما تكونش قارية، ما تطلعش عاد إنسان أمي جاهل مدمن مخدرات، بيع المخدرات، طلاب، شحات، في جميع الوصفات اللي كنقولها كتطلعوا تعودوا اسراركم. ما عندكش باش تخلصي الطبيب النفساني، كاينين دكاتره على اليوتيوب، طلعي كتبي لي وعودي لي اسرارك. كاينين على افاميني الشيل في اليوتيوب دكاتره ومحاميين، سمعوا الناس المثقفة، ما تسمعوش الشماكريه والشمكارات، وما تعودوش اسراركم مع عباد الله. كيشدوا عليكم اوديوات وفيديوهات، ما ديروش تليفونات وما تعيطوش اليوتيوبرات، راه كيشدوا عليكم اوديوات، كيهدوا العيالات بالاوديوات ديالهم. وعاو البنات المغرب، وعاو بعد فيهم، انا ما كنعممش، بعد الجاليه المغربيه فعلا راه جاهله، ما سماهم الجاليه الا هما جاهلين. هذا كو صيفطات لي الفلوس غادي يهز التاج فوق راسه، ولكن هو راه ما فاهمش اش كتقول. كتسمعوني دابا؟ كتسمعيني انت؟ كنسمعوك. شكون اللي انتي عاوتاني؟ كنسمعوك اختي. مرحبا. راه قلت لك حنا كنسمعوك، انت اللي ما كتسمعينيش، فهمتي؟ حنا كنسمعوك. تفضلي يلا، تفضلي. مرحبا. واش انت هاد هويا ما كتعرفش كيفاش خديتيها؟ لا عارفه. السوشيال ميديا 4 سنين هادي عارفه. انت ما تيحنش في ولادو وما تيحنش في راسو، كيفاش انت دابا راك علاقتك بهاد هويا؟ ما فهمتش مصيرك، ربطو مع هاد هويا. هاد هويا راه اصلا هي تركيبته كوك عوجه من الاول. برافو عليك. شرب شرب اللي من الدكة. بحكم انك صغير ولا راك راجل. ايه راجل. المشكل دابا انت نهار تحطيتي في الظروف ديال هاد الايام ما خدمتيش عقلك، ما تقولش فرضوها عليك حيت انت كبرت من عقلك، راك ما تشوف فاكسيني ماشي باقي صغير. كل هذا الشيء كنقول لك هي هاد العلاقة ديالكم انتوما عند جوج الحوايج، يا اما ما بقيتوا غادي على هاد النمط عندك دابا انتوما، يا علاقتكم بلا مشات على الطبع، بغض النظر في السوشيال ميديا راه سميتو التواصل الاجتماعي مزبوط. هذا هو الصح. مزبوط صح. لا كتقول اما القناة
يا يا عندك الصح. عندك الصح. الزغرتو يا الزغراتات والمغربيات واللي كيسرقوا الفلوس، هذا هو اللي غادي طراليكم هاد السيد. لا لا لا، مغربي ودمك مغربي، ولكن راكي ماشي راجل الديوتي. لا لا، مغربي ودمك مغربي، ولكن راك ماشي راجل الديوتي يا الشماته. ها انتم سمعوا، اكو قالت لي نصيفط لك 100 اورو، كره دارها عماريه فوق راسو، ولكن منين هضرات معاه في الصح راك سمعتوا الكلام اللي عطاها. وسمعوا على العيالات، سمعوا 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 مزيان على وليناتكم اش كتاخذوا من هاد الشماكريه. سمعي اللي طلعات وعودات لي اسرارها، اسرارك عودي الله اللي خلقك. انا نكفي معكم هاد اللايك هاد الفيديو، سمحوا لي الا كان صوتي شويه عالي اليوم، الا انا بحال هاد الناس كيعصبوك وكيخلوك تهضر بشي حوايج انت ما كابرش فيهم ولا انت ما كابراش فيهم. هاد الجوج هاد اليوتيوب المغربي اللي طلعوا لي هاد الشماكريه خاصهم يديروا معاهم حل، لانه شوهوا بالمغرب وشوهوا بالجاليه الصالحه، ماشي الجاليه اللي تابعه الرجاله. شوهوا مزيان بالمغرب، ولا الدول العربية كتفرج في الوسخ ديال المغرب. هادشي انا ما شفتوش عند الدول الاخرين، لان هادشي ممنوع 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 ابدا على السوشيال ميديا ديال العرب. كيعطيهم يديروا السوشيال ميديا، ولكن ما تطلعش فيها الكلام الخايب، ما تعراش، ما تديرش بزاف ديال الحوايج، ما تسرقش، ما تكذبش، ما تكميش، ما تشربش وسط اللايف، بزاف ديال الحوايج. ولكن اليوتيوب المغربي ان شاء الله كنتمنوا ربي يحيدوا هذا اليوتيوب المغربي باش ما يبقاش مشوه المغرب. ورا قريبا الانترنت، قريبا في العق بعد الدول انترنت تحيدات، بعد الدول انترنت تحيدات. خليتكم على خير اخوتي، وسمحوا لي لاني طولت شويه في هذا الفيديو وضاربني البرد، سمعوا صوتي كيفيا. يلا خليتكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي ديال شي شمكار اخر وشمكار اخرى. يلا بسلامه.